السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة وأمسية سعيدة على الجميع. ومثل ما تتوقعون راح يكون في رايد، مو هنا، راح تكون هنا على الموتر بايك. ستوري الليلة راح تكون جدا مميزة لأنها راح تكون للجميع وليست للمنتسبين، الشيء الأول. الشيء الثاني، راح يكون الموضوع أنتوا اللي تختارونه، فراح أشغل بايك، أوصل الكافي، أفتح الخاص سواء في السناب او في الانستغرام، وشوفوا لي الموضوع اللي تبون اتكلم عنه الليله. طبعا ما هو استشاره، لا حد يجي مثلا يقول والله محتار بين السياره الفلانيه والسياره الفلانيه مثلا، او ابغى السياره الفلانيه او السياره الفلانيه. ابغى موضوع محدد علشان نتكلم فيه ويستفيد الجميع. كيف راح اختار الموضوع؟ عادي، بقل الرسائل خلال فتره البايك ونختار منها موضوع فهمتكم في البرايفت مسج. هلا والله، ايش رايكم بالله في السحبه؟ بسم الله، توكلنا على الله. تاكد ان الموتر مو في الجير، حطه في الفاضي ونقول بسم الله توكلنا على الله. وصلنا مقهانا المفضل واخذت لفة سريعة على الأسئلة، وكانت من نصيب أحد الشباب الله يعطيه العافية على السناب، قال بدي تتكلم عن النيسان الباترول، متى بيتغير وإذا بيتغير وش التغييرات اللي بتكون موجودة عليه، وهل في معلومات عن السيارة أو لا. ف اليابانيين دائما يتكتمون على الموضوع، ما يطلعون لك اي تصاريح الا قبل الاطلاق السياره بشيء بسيط، فما في معلومات رسميه متى بينزل النيسان الباترول الجديد، ولكن متوقع انه يكون قريبا جدا. يعني اذا تتكلم السياره من 2010 الى الان، يعني صار لها كم، تقريبا 12 سنه، فمتوقع أن من خلال سنة أو سنتين راح تتغير تغير كبير جدا. النيسان دائم تتحفنا أن سياراتها تكون إلى حد ما رياضية، فيها متعة قيادة وأدائها ممتاز وغالبا أفضل من تويوتا. تويوتا تعتمد على الاعتمادية، بينما النيسان تعتمد على متعة القيادة والأداء الرياضي. وش المتوقع في النيسان باترول الجديد؟ أنا أتوقع أنه ما راح يطول عن سنتين، راح ينزل شكل جديد أكيد. التغيير راح يكون كبير جدا على من ناحية التصميم، الشكل الخارجي، ممكن نشوف الوجهية الجديدة أو الواجهة الجديدة اللي موجودة. Thank you very much. الواجهة الجديدة اللي شفناها على النيسان باث فايندر ممكن نشوفها على النيسان، حتى لو ان سووا على الجديد هذا واللي موجود حاليا سووا له 20 فيس ليفت، يعني من كثر ما حاولوا يعدلوا في السياره عشان بس يدفوا المبيعات، بس متوقع انه يكون في تغييرات حلوه. التغيير الكبير زي ما تتوقعون اكيد راح يكون في المحرك وفي الجير، بما ان كل الشركات الان وقفت الثمانيه، او اكثر الشركات وقفت الثمانيه سلندر علشان الاقتصاد وتوفير البنزين وغاز الانبعاثات والأنظمة والقوانين. فأتوقع بنسبة 90% هذه من عندي أنا، أن النيسان باترول القادم ما راح يكون 8 سلندر ولا راح ينزل 8 سلندر، راح يكون 6 سلندر. والنيسان يعني هذا الأجمل، أن في عندهم محرك ودك تلحس لحس، اللي هو الـ 3.0 التوين تيربو اللي ينزل على الريد سبورت في الانفينيتي، واللي نزل على الزد الجديدة، ويعتبر نفس فئة المحرك اللي موجود في النيسان الجي تي آر، محرك حق كرف ويعطيك أداء خرافي ويعطيك هورس باور عادي وتورك عالي. يعني فالمحرك هذا يعطي 405 حصان تقريبا و475 نيوتن متر العزم، ولكن نعرف أن سيارات التيربو يقدرون يعدلون يبدلون يقوون يكبرون تيربو مثلا، او يزودون التبريد وانت ماشي مع شويه برمجه، فممكن ان يعلون التورك الهورس باور. ما اتوقع انه بيكون اكثر من 400 حصان، ولكن اتوقع ان التورك اتوقع انه بيكون اكثر من 500 نيوتن متر، يمكن يكون 500
20-550 نيوتن متر العزم، وبيكون مربوط في جير أكيد أنه بيكون 9 سرعات وليس 7 سرعات القديم، ولكن هل بيكون من شركة زد اف ولا من عندهم؟ الله أعلم. ما يعني بيكون 9 سرعات ولا أتوقع أنه بيكون 10 سرعات. شغلة ثالثة، متوقع أنه بيخففون في وزن السيارة ما لا يقل عن 200 كيلو تقريبا. هذا من ناحية الجير والمكينة والشكل. من ناحية نظام التعليق أكيد أنه بيكون فيه تغييرات أكثر. أتوقع بنسبة كبيرة جدا أنه ينزلون عليه هايدروليك بحيث أنك تقدر ترفع السيارة أو أنك تنزلها، بيكون ممكن يكون أوبشن على الفئات الأعلى. أتوقع بيوحدون المحركات، ما راح يكون في أكثر من محرك، يمكن يكون كله 6 سلندر التوين تيربو. متوقع بشكل كبير أن الطبلون بيتغير، بنشوف شاشات مختلفة بتكون بالعرض وليس زي الشاشتين اللي موجودة حاليا، بالإضافة إلى خلنا نقول مواد جديدة بحيث أن السيارة تنافس اللاند كروزر الجديد اللي أنا شخصيا ركبت فيه، يمكن ركبت فيه أن الفئة الأعلى. صراحة أن الفخامة اللي فيه راح تتعب النيسان أن يوصلون إلى هذاك المستوى. اللي بيسأل مثلا هل ممكن ينزل عليه ديزل، ما أتوقع أنه بيكون عليه ديزل، ممكن بس أنه يكون عليه محرك الستة سلندر التوين تيربو. متوقع كحجم أنه يكون بين السيكويا الجديد وبين اللاند كروزر، فبيكون يعني في أفضل مكان. يعني اللاند الجديد معروف أن حجمه شوي صغير وتكون الشنطة اللي فيه شوي ضيقة والكراسي اللي وراء بتكون أضيق، بينما النيسان الباترول القادم متوقع أن الشنطة حقتها والدبة بتكون أكبر شوي والكراسي اللي وراء بتكون أشرح وأوسع شوي، وأكيد أنه بيكون الركوب فيه مريح جدا. متوقع أن ينزلون عليه مثلا تكنولوجيا جديدة، مثلا الدركسون والسكان يكون كهربائي، وما راح تحس بالاهتزازات اللي نشوفها مثلا في الطرقات أو في البر، راح يكون مريح جدا زي ما شفنا في اللاند الجديد. ومجرد ما يعلن عن النيسان الباترول الجديد متوقع أنه ما راح يطولون بحيث أنه يعلنون عن الانفينيتي الكيو اكس 80 أو الفئة الأفخم منه، وأتوقع أنها بتكون فخمة جدا. نشوف الآن الترند اللي في الانفينيتي الجديدة، صراحة أن فيها فخامة ولا أروع، وهذا الشيء اللي احنا نبيه، وفعلا راح تغطي خانة كبيرة جدا، راح توفر لك نيسان باترول وراح يوفرون لك الانفينيتي الكيو اكس 80 بمستوى خلنا نقول أعلى. أنا متحمس صراحة للسيارة. أنا جربت التويوتا لاند وجيب اللكسس الليكس، وجربت النيسان باترول والانفينيتي والكادليك واليوكن والأمور هذه والسيكويا في الطريق وفي السفر، صراحة يا الباترول والانفينيتي أنه بطل.